Kremlin, man. تسلم من دولاب ابوك يا جمال، دي اخر تربيتي فيك. ايه ماما، انا كان لازمني فلوس وخفت اقولك. من امتى بتخاف تطلب مني فلوس؟ انا حرمك من حاجه؟ ها وديني مصروفي ما يعديليش والعيال بتنقلصوا عليا عشان معيش فلوس. 300 جنيه العيل زيك في الشهر ما يكفوكش ليه؟ بتشرب حاجه؟ لو ربنا يا انت تاخد كام من دولاب ابوك يا جمال؟ كنت هتاخد كام؟ قلت 400 جنيه. خد يا جمال 400 جنيه. لا خلاص يابا مش عاوز. خد يا حبيبي. ولما تعوز فلوس تاني يا جمال قول لي يا حبيبي. عارف ليه؟ عشان تبني يا جمال الورشة والبيت وفلوسي كلها ليك. عايزك تبقى راجل يالا، عايزك تبقى راجل وتجيب القرش بالهوى مش بالسرقة. المرة دي سرقت أبوك هيسامحك ويداري عليك، لكن لو سرقت حد غريب مش هيسامحك يا جمال ولا هيداري عليك، هيفضحك يا ابني ويمكن يحبسك. فاهم يا جمال؟ ما تزعلش مني يا أبا. آخر مرة تعملها. حاضر يا أبا. عايز 400 جنيه ليه بقى؟ ولا حاجة، أنا هجيب حتة موبايل لقطة مع واد صاحبي. ماشي يا حبيبي، 400 جنيه معاك أهو، هات الموبايل، خد 50 جنيه دي كمان، خليها معاك. ماشي يا أبا. يلا. تعمل ايه؟ سيب المفاتيح دي يا اخي. هفتح انا يا بابا، خليك انت مرتاح. يا اخي مين قالك ان انا تعبان؟ روح يا اخي شوف كليتك. ما انا النهارده ما عنديش كليه. يا ابني ما تتعبش قلبي، روح شوف شغلك، روح كليتك الله يهديك. خلاص يا بابا هستناك ونروح سوا. يا اخي انا عايز اخرج اهوي نفسي، سيبني. يا بابا انت ليه مصر تبعدني عن الصيدليه؟ امال انا دخلت الكليه ليه؟ لا اله الا الله يا اخي، ده مش اسلوب مناقشه على الصبح كده واحنا لسه صاحيين من النوم. الله، انت حد مسلطك عليا؟ يا عم روح شوف شغلك بقى. خلاص يا بابا هروح افتح انا، وتعالى انت على مهلك. لا اله الا الله يا اخي، غلبت اقول لك ان الاجزخانه دي في حاره شعبيه، يعني فيها عيال بلطجيه ومجرمين ومدمنين، واحنا مش ناقصين مشاكل. يا بابا الناس دي مش في الحاره بس، في اي منطقه هتلاقي منهم كتير قوي. يا اخي هم عرفوني وانا عرفتهم، وانا عرفت ازاي اتعامل معاهم، هم عرفوا ازاي يتعاملوا معايا. من فضلك بلاش مشاكل يا اخي، روح شوف شغلك. يا بابا مفيش صيدلي ما بيتعرضش للمشاكل، ولا انت بقى بتخاف منهم؟ ايوه يا سيدي بخاف منهم. ايه عايز حاجه؟ ما انا مش لاقي مبرر غير ده، غير بقى جدول المخدرات اللي بينقص كل يوم. اخرس بلاش اللي اتقدم، انا عمري ما طلعت قرص مخدر من صندوق المخدرات الا بروجيتا، فاهم ازاي؟ مش انا اللي يغلط الغلطه دي، اطلع بره امشي. انا اسف يا بابا، انا كنت بلفت نظرك. بتلفت نظري؟ انت بتلفت نظري ليه يا اخوي؟ ما تيجي تاخدني قلمين احسن، اطلع بره اطلع. يا قضيه مش كده، صوتك جايب لاخر الدنيا. عمل لنا كوبايه شاي يا نهد. حاضر من عينيا، بس قول لي ايه اللي مزعلك يا اخوي؟ مالك يا ستي؟ جاي يسحب ويفتح درج كومودينو وياخد المفاتيح ومصر يروح يفتح الاجزخان. ما تسيبه يفتحها يا عطيه، ما تسيبه يا اخويا، ولا انت عايز تقعده في البيت زي البنات؟ ما انا عايز اقول لك على حاجه، شغل الحاره ده عايز خبره معينه، ده مليانه بلطجيه وعيال حراميه واللي واللي مش هيعرف عليه. ان جيت للحق
هي حارة تقرف. بس عالم غلابة مش لاقيين اللي يفهمهم يفهموه. والله هو ده الكلام اللي جايبنا لورا. انت حر في ابنك، انا نازلة. ضحى فيه الكوافير.